الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج المناخ الزراعي. حلقة الأسبوع ده إن شاء الله هتكون خاصة بالفترة اللي هم التلت الأول من شهر نوفمبر. إحنا فعلياً إحنا في التلت الأول من شهر نوفمبر، تقريباً في منتصف فصل الخريف الثاني. طبعاً فصل الخريف يتميز بصفات مناخية معينة، أهمها موضوع التقلبات المناخية أو التقلبات في الطقس اللي تقريبا الموجه تعدي، يعني يومين ثلاثه نلقى الموجه بعدها تاني. فاحنا فعليا دلوقتي في موجه عباره عن موجه ممطره هتاثر على معظم مناطق الجمهوريه. يعني واحنا بنتكلم دلوقتي في امطار فعليا في طريق مصر الاسكندريه، في امطار في شمال الدلتا، في امطار متوقعه بعد ظهر اليوم على مناطق من الصعيد وخاصه الظهير الصحراوي من الصعيد. اذن ده الوصف العام للطقس المتوقع خلال هذه الفتره. كمان درجات الحرارة يحصل فيها انكسار واضح نهارا وانكسار أكتر ليلا، لدرجة أنه يبتدي الجو نسمع عن موضوع مائل للبرودة ليلا. وده طبعا في حاجات في كلام مهم بالنسبة للمواطنين عموما مش المزارعين، بعدم التعرض للأوقات دي أو الأجواء دي في الليل المتأخر أو صباح الباكر باللبس الصيفي العادي، لأن يبقى فيه إمكانية التعرض لنزلات البرد إلى آخره. وده طبعا دي مشكلة الفترة دي. النقطة الثانية، لو احنا بصينا على معظم المحاصيل الموجودة فعليا، فاحنا نلاقي ان اهم محصول دلوقتي هو محصول القمح اللي معظم المناطق في الجمهورية بتتجهز فعليا لزراعته، وطبعا بيزرع منه مساحات كبيرة جدا. فبنصح اخوات المزارعين لما يسمعوا كلمة ان متوقع سقوط امطار ويكون في زراعة قمح، قدامهم حل من اثنين: اما يجهزوا الارض ويزرعوا فعليا بس ما يروش، يستنوا المطر وخاصة لو كان التوقع قريب جدا، أو إنهم يأجلوا الزراعة عموما لغاية المطر ما ينزل، وكده كده هيزرعوا حراتي، يعني إما زراعة عفير على ماء المطر وخاصة لو كان كمية المية معقولة اللي هتتساقط، أو إن يستنوا يزرعوا عفير. ده بالنسبة لزراعات القمح مع الالتزام الهام والكبير بموضوع الخريطة الصنفية. الخريطة الصنفية واضحة جدا واتنشرت وموجودة في الجامعات الزراعية لكل منطقة من مناطق الجمهورية، إيه الأصناف المناسبة اللي تدي أفضل إنتاجية تحت أجواء هذه المنطقة. فده بالنسبة لمحصول القمح. بالنسبة بسرعة لبقية المحاصيل التانية، لو لقينا دلوقتي البصل فعليا في الصعيد مزروع بقيله حوالي أسبوعين أو أكتر في الأرض المستديمة، أو مشاتل البصل في الوجه البحري اتزرعت فعليا أو هتزرع، هنلاقي الثوم مزروع بقيله حوالي شهر ونص أو شهر، هنلاقي طبعا البنجر مزروع بمساحات كبيره، هنلاقي الطماطم في الصعيد. كل المحاصيل دي بدون استثناء محاصيل حساسه لزياده الرطوبه الارضيه، يعني لزياده تشبع التربه بالميه تحت النباتات. فلو حصل في اي منطقه من المناطق دي زياده في كميات المطر، اول اجراء يتعمل تصفيه الميه دي فورا، وبالذات في الاراضي القديمه طبعا سواء كان الوادي او الدلتا، تصفيه الميه الموجوده في الخطوط حوالين النباتات دي اول اجراء يتعمل. ثاني اجراء هيتعمل مباشرة، وده بعد الأرض ما تشيل الرجل بشوية، لو كمية الماء نزلت كتير، إن يكون فيه رشاد بالأحماض الأمينية والطحالب والسيتوكينين، بحيث إن أنا أعمل جرعة تنشيطية للنباتات، لأن النباتات دي هيبقى في حالة خمول بسبب تشبع التربة تحتها بالمياه. دي أهم التوصيات خلال هذه الفترة، غير إن بعد الفترة ما تنتهي بحوالي 4-5 أيام متوقع إن يبتدي بقى يظهر بعض المشاكل الخاصة بالأمراض. لو بنتكلم على الفراولة فنتكلم على أمراض مهمة للفراولة زي عفان الأوراق وعفان الثمار اللي هو العفن الرمادي، بنتكلم على ممكن بعض المشاكل للطماطم زي البيض الدقيقي أو التبقعات البكتيرية. فالحاجات دي كلها يبقى في فحص دقيق لكل الزراعات دي بعد انتهاء الموجة تماما، بحيث لو ظهر أول ظهور للأعراض سواء كان أمراض أو حتى حشرات، لأن متوقع برضه يبقى في نشاط لبعض الحشرات الحرشفية اللي هي الديدان الاوراق وديدان الثمار، يبقى في فحص دائما ودائما وابدا يكون في على طول التعامل مع شكل المرض او الحشره الموجوده بالرش المناسب ضد هذه الافه سواء كانت مرض او حشره. دي اهم التوصيات الواجب مراعاتها خلال هذه الفتره من الموسم. بخصوص محصول البطاطس فيما يخص الموجة المتوقعة من الأمطار أو من انكسار الحرارة، البطاطس من المحاصيل اللي فيها حساسية شوية لزيادة الرطوبة الأرضية أو زيادة المية حوالين النباتات. فدائما أول ما يبقى فيه كمية مطر، شايفين أن كمية مطر معقولة نزلت الأرض، لازم أصفي كمية المية دي حوالين الجذور. ده رقم واحد. رقم اتنين، أني يكون لو البطاطس في العمر الأول في النصف الأول من العمر أدي على طول عالي فسفور. عالي الفسفور ده سواء كان حامض فوسفريك سواء كان رش بالماب
اللي هو عالي الفسفور، فالإجراءين دولت مهمين جدا لمحصول البطاطس. محصول الفراولة، محصول الفراولة لو تعرضت المناطق المنزرعة بالفراولة لكميات من الأمطار، هذه الأمطار غزيرة على طول، انتوا عارفين كويس ان الفراولة حساسة للمية، سواء كان رطوبة حرة يعني على سطح النباتات او رطوبة أرضية او حتى رطوبة نسبية، لان الفراولة للأسف من المحاصيل الجذابة اللي بتجذب الأمراض، وخاصة أمراض أعفان الأوراق او أعفان الثمار اللي هو العفن الرمادي او اي أعفان تانية. فعلى طول على طول ما اسمحش ان يكون في كمية مية كبيرة حوالين النباتات، ده رقم واحد. رقم اثنين، بعد انتهاء الموجة مباشرة لو حصل مطر لازم يكون في رش وقائي، يا إما بإكسكلور النحاس أو بالمبيدات الوقائية قبل ما يحصل تطور لأي مشكلة، وخاصة لو كانت المشكلة دي مرض، وخاصة لو كان مرض فطري كمان. ده بالنسبة لمحصول الفراولة. بالنسبة لمحاصيل الفاكهة الصيفية بتكلم عن المانجا، طبعا المانجا الأصناف المتأخرة، في بعض المزارعين بيلجأوا انهم يخزنوا المانجا ثمار على الشجر عشان الأسعار تتحسن شوية، فسواء كان مانجا متأخرة، سواء كان رمان، سواء كان حتى موالح وخاصة أبو سرة، لو حصل زيادة في كمية المطر حوالين النباتات دي، لو حصل زيادة في كمية المطر ده بيسموها صدمة مائية، صدمة مائية بينتج عنها للأسف تشقق للثمار وخاصة للمانجا أكيد. فلو حصل الكلام ده أول بند لكل المحاصيل، مش المحاصيل دي بس، ما ينفعش أسيب المية كتير تحت الأشجار، رقم واحد. رقم اتنين، يبقى في اعتناء كبير برشات الكالسيوم بالتبادل مع البوتاسيوم في صورة البوتاسيوم فوسفيت. الإجراءين دولت مهمين جدا للأنواع دي من المحاصيل.